حقيقة أنا صار لي 4 سنوات ونصف خارج عن نطاق العراق، وكلمة الوطن ما أحدها وصف، كلمة يمكن تقال بثلاث حروف لكنه هي 3000 عام عندي، 3000 عام أو أكثر. الوطن هو الأم، الوطن أمي، الوطن إخواتي، الوطن بيتي، عائلتي، الوطن حبيبتي، الوطن كل شيء، كل شيء. أنا الآن أعبر عن الوطن بلوحاتي، أرسم دائما وطني. الوطن عراق، العراق، أقسم بالله أنا لما مدينتي اغتصبت وانتهكت متت باليوم 1000 موتة، وما بيوم يمر علي إذا ما أنا أسمع شيء من وطني، أسمع لي أغنية، أسمع كلمة. أقسم بالله إذا أشوف عراقي يمشي بالشارع وأعرف هذا عراقي، قلبي يطلع من مكانه. لا لي شيء، أنا ما أعرفه للإنسان المقابل، لكنه أحسه هو الانتماء، لأن الوطن أساسا انتماء، لأن الوطن أساسا انتماء. إلى العزيز التحية، أسلم عليك قلبي، فأنت ساكن في. إلى العزيز التحية، من صاغ عقلي وطني، من كان سقفا لهمي تحت الرعود القصية. إلى العزيز، أنا من مدينة الموصل. الموصل أو نينوى تحديدا من أقدم الحضارات اللي استقرت على وجه البسيطة، عمرها 3500 سنة قبل الميلاد. مدينة سنحاريب، مدينة أسر حدون، مدينة النبي الله يونس عليه السلام، مدينة الأنبياء، 40 نبي في مدينة الموصل. الموصل هي معهد الفنون الجميلة اللي أنا عشت فيه أجمل الحياة، قضيت به 7 سنوات مع أجمل الصحبة، مع فنانين وأصدقاء، منهم موجود منهم رحل. نشأة الموصل لا تقاس بثمن. أقسم بالله أنا دائما وأبدا أبكي يومين على الموصل. الموصل عشق روحي. أنا كنت أشبه نفسي بسمكة إذا تخرج من الماء تموت، وأجبرت على أن أسافر، وأجبرت أن أترك مدينتي، ولازلت أحلم بيها، أحلم بترابها، أحلم بشوارعها. عظيم القهر اللي يعيشه حالياً. الموصل عندي أجمل الدنيا، الموصل عندي أجمل الدنيا. أطلب فداك روحي، أطلب تدلل علي. إلى العزيز تحية، المال والجاه يفنى،
أي شيء، أي شيء بالموصل، أي شيء ما يخطر في ذهنك هو عندي مقدس، من أصغر حجارة بيها إلى أعظم شيء كله عندي مقدس. شوارعها، أزقتها، بيوتاتها القديمة، جدرانها العتيقة، منازلها، ناسها، على الحالة اللي هم فيها عندي أجمل شيء. تحية حب لصبرك وأولادك الصابرين، من عالم وأديب، من معدم حزين، أبى الشعب النبي ولا يبيع العريق. اسألوني هو من هو، من هو هو ذلك الجميل الرشيق الجميل، هو العراق. أنا قبل لا أسافر بيوم أرسلت زوجتي إلى بيت أهلها بحجة ما، شوفي أهلك، اطلعي زيارة، يعني ما أتذكر الحالة بالضبط، وبقيت لحالي بالبيت. نصبت لي كاميرا يدوية منزلية وسجلت صورتي وصوتي برسالة إلى أمي، إلى إخوتي، إلى أصدقائي. وقتها قلت لهم شيء واحد بس، طالع وقلبه معكم، قلبه يبقى هون، جسد يطلع. وهذا اللي حصل. أربع سنوات ونصف ما شعرت بيوم طعم سعادة، الموصل حبيبة، بيعز بالنفس، أريد أرجع، أريد أرجع أشوفهم، أزورهم، ومو صعبة، سهلة جدا، باكر أقدر أسافر، بس ما حدث بالمدينة وما حدث بالحياة اللي هناك يألمني جدا، فما أريد أشوف، يعني ما أقدر أقاوم. سبب كبير جدا من الحالة المرضية اللي وصلت لها هو بعدي عن مدينتي. أنا الآن أسجل كل ما أشعر به بوطني لي خلال لوحاتي، وعندي الأعمال الأخيرة كلها تتكلم عن المدينة، تتكلم عن الموصل بأزقتها، بناسها، ببيوتاتها، بشواهد القبور اللي حدثت فيها. أنت لما تسمع صديقك وأخوك وجيرانك يدفن في حديقة منزله، مع الأسف لما تسمع أنه اختفت الزهور في مدينة الربيع، مشكلة. لما رفع تمثال فتاة الربيع من مدينتك اللي هي كانت تمثل الربيع، أو سلة خبز العراق يجوع الإنسان بيها، كيف تكون السعادة؟ وين السعادة؟ أقسم بالله أنا في إسطنبول ما يعجبني أزور أي مكان وأنا أحس أنه أهلي تعبانين ومقهورين. أنا أحس نفسي في المدينة، في مدينتي أجمل الحياة، الحمد لله.
أنا أحس نفسي في المدينة، في مدينتي أجمل الحياة. أنا عندي الفن رسالة، عندي دائما أذكر أنه الفن رسالة، وما أرسم أي شيء، أنا أرسم فكر، فكر أنا أحمله وأبناء بلدي يحملونه وأولاد ناسي يحملونه، فكيف مدينتي اللي هي أعرق مدن الدنيا؟ فهذا رسالة ضخمة وكبيرة. أنا هون في إسطنبول وأتواصل مع ناسي اللي بالموصل أنه أريد يرجع المتحف الحضاري يرمم من جديد، وأنا أسعى لترميمه أكون معهم. أنا قدمت أكثر من مشروع لبناء المواضع الآثرية بالمدينة لمناطقي أرجع جماليتها. أنا أتمنى أنه ترجع مدينتي أجمل، أشوف الزهر بها، الزهور مرة ثانية، أشوف الفراشات. الله يا رجل، أعتبر جنة عدن. أنا بلدي دائماً وأبداً وطول الوقت العراق، والعراق عندي يمثل والدتي، أنا والدتي أنا أمي. العراق يمثل لي الطفل الصغير اللي أحبه وأعشقه مصطفى، ابن أختي، ابن أخوي، بنت أخوي، يعني أنا عم والدته، أنا أحسه قطعة مني. أنا لما أشوفه يبكي ويقول لي عمو احنا الحياة عليش طيبي، اذا مدينة الالعاب سدوا لي هي، واذا العلك عندي حرام، انا اشلون اعيش؟ انا هذا ينغص في ذهني. انا اريد العراق يكون اجمل ما يمكن، وموصلي اجمل ما يمكن. والله العظيم ما تكلمت مع احد من الاهل يوم ما دموعي تعبتني. ما يعزيني شيء واحد بهاي المدينة الجميلة الرائعة، وعلى هالناس اللي احتووني أنا كعراقي، واحتووا كثيرين من العراقيين والسوريين والعرب اللي انظلموا، ومشكور حكومة وشعبا للتجاوب والانخراط معاهم كمجتمع. لكن لا بديل عن البلد، لا بديل عن الموصل، لا بديل عن العراق، لا بديل عن الأم. اللي يعزيني شيء واحد أنه أطيق أرسم ما أنا ما يحلو لي من أفكار لمدينتي على لوحاتي، حتى وإن كانت أفكار متطرفة. أنا المهم أنا أحسها في داخلي، هي تفيدني، تشعرني بالانتماء. أنا رجل أحب الانتماء لبلدي، كنت ولازلت وسأبقى، ما أقدر يعني. هذا قالبنا، هذا احنا طبيعتنا. يعني الان اي عراقي تمسكه لما يريد يستمتع في حفله يسمع اغاني حزينه، فكيف هو في حاله حزن؟ لا بديل عن الموصل، لا بديل عن العراق، لا بديل عن الام. أنا من نوعية اللي أحب الأغاني الشامية أكثر، والموصلية طبعاً هذه موروثي الشعبي، لكن من الأغاني اللي أرددها مع نفسي دائماً هون للفنان
رضا العبد الله. أمي في العراق مريضة. بنسمعها دائما. يقولون أمي في العراق مريضة. فقلت لهم كل العراق مريض. والدتي أمام نصب عيوني من أسمع يردلي، من أسمع يا سماق، أغاني المصلاوية أتحسى على أيامي، أتحسى على السنين الجميلة اللي عشناها، أتحسى على لمتنا إحنا العائلة الظهر من ناكل سوا، من نتحصن سوا، من نحتفل بيناتنا. حتى متعتي مع بيتي أنا خاص بي ما الأهل، من نجلس أنا وغادة حبيبة عمري وحياتي بالبيت الآن نتحصى على أيام الموصل. كنا عملنا فلان شيء، تحكينا هكذا، سولفنا في فلان سالفة، تتذكرين كذا، تتذكر كذا، ما عندنا شيء تطلع جديد حتى تطلع في هذا المكان. أنا اليوم يعجبني أزور متحف، والله ما يعجبني أزوره لأنه أهلي ما بيزورونه. يعجبني أروح المكان أتحصر في داخلي لأنه أهلي ما شايفينه، فما أحب أروح. الأم هي وطن. الأم تلم أم الوطن. يقولون أمي في العراق مريضة. فقلت لهم كل العراق مريض. أنا الآن شيء واحد فقط اللي يخليني أعيش الغربة، تهون علي جزء يسير من هذا الأمر، هو غادة. غادة اللي تعيش معي، غادة هي الأم، هي الحبيبة، هي الصديقة، هي الروح، هي النفس المصلي اللي أنا أحسه. لكن حتى هي تحتاج من يكون معها. هي ما حديد، هي امرأة، لكنه أنا فنان وهذا قدرها. مثلك غنى عند اللوم ساهرا. ومن مثلك زرع الإباء بمهجتي. أنا كرجل عشت في مدينة البصرة سنين، وعشت في بغداد فترات طويلة، وعشت في مدينة الموصل، وأنا أظن أو أجزم بأنه هاي أكبر مدن عندنا بالعراق، وهي تمثل العراق، مع احتراماتي لكل المحافظات الأخرى وحبي إلها. الآن العراق غير العراق. الآن العراق غير العراق. الناس هي الناس، لكن ما تغير الظرف، والظرف هو اللي حكم على الناس أن يكونون بهذا الموقف. لكن العراقي والله لما تنخى العراقي يكون سند إلك في أي مكان، والحمد لله. والله لما تنخى العراقي يكون سند إلك في أي مكان. فقلبي على البيت الكبير، ولو عدتي على والدي الغالي وصحبي وإخوتي على الدار والجاري والشطار.
الوطن ما يظلم، الوطن ما يظلم. احنا قلنا الوطن يلم، اللي يظلم نفوس الناس او فئه معينه من الناس اللي يخلوك او يجبروك على ان تطلع من وطنك. انا ما اجبرت عليه الطعنات اللي جتني من الظهر من اقرب المقربين اللي اذاني اكثر، الغرباء اللي داهموا مدينتي واحتلوا بيتي وشردوني. مهموم محروم مظلوم خايب يا قلبي خايب يا قلبي ما أقدر بعد أعيش، اضطريت للخروج مع الأسف. حبوا بلدكم ولا تتركونه، العراق لا يبدل، العراق لا يبدل، أجمل بلاد الله العراق، والله ما رياء، حبا أنا أعشق بلدي. ما كان في يوم من الأيام العراق بعيد ولا بلدي بعيد، هو هنا، هو غصة بالقلب. أنا الآن متأكد لو أرجع قبل لا أصل العراق أنا أتنفس رائحته راح أرتاح، والله ما رياء، حبا أنا أعشق بلدي. قبل لا أصل العراق أنا أتنفس رائحته راح أرتاح. صراحة عندك وطن؟ إيه نعم عندي وطن، العراق وطني ما يبدل، عراق، أنا عراقي وأحب بلدي، عندي وطن لكن وطني الآن في داخلي، وطني الآن في لوحتي، وطني الآن في عيون زوجتي، وطني الآن في نظرات أمي إلي، هذا الوطن. أنا عراقي وأحب بلدي، عندي وطن لكن وطني الآن في داخلي، هذا الوطن. الوطن ما يظلم، الوطن ما يظلم، احنا قلنا الوطن يلم.